ورح ننتقل فيكم إلى قصة نجاح في مجال الخدمات البيطرية مع مؤسس مشروع بيت بارك عبدالله العبدالله، وعبدالله خبير في مجال التسويق والأعلام. نشوف شو أخذوا على هيدا المجال. أهلا وسهلا أستاذ عبدالله. يا هلا. يا حياك الله. أهلا وسهلا. الله يحييك يا رب. أستاذ عبدالله، بداية حدثنا عن مجال، عن مشروعك ومجال عملك، التسويق والأعلام. تفضل. اي نعم، اولا امسي عليك بالخير وامسي على المستمعين. شكرا. وبارك للجميع في شهر رمضان المبارك. بارك عليك الشهر. شكرا. تفضل. اي نعم، بيت بارك ومعناه هو حديقه الحيوانات الاليفه. صحيح. المجال طبعا لبيع الحيوانات الاليفه. نعم. وجميع مستلزماتها للامانه. نعم. كالأغذية وأدوات العناية والألعاب والعديد كذلك من الملحقات. نعم. ولله الحمد اليوم يوجد لدينا أكثر من 1500 منتج للبيع. طيب خلينا أول شيء نحكي عن المشروع. يعني حضرتك خبير في مجال الأعلام والتسويق، دارس أعلام وتسويق. نعم. كيف نقلت من هالمجال إلى هالمجال؟ نعم تفضل. أنا خريج في من كلية الإعلام وتخصص الاتصال الإعلان والاتصال التسويقي. نعم. إيه نعم. فكيف نقلت على هالمجال تحديدا؟ شو اللي شدك لمجال الخدمات البيطرية؟ للأمانة يعني هذا الحمد لله يعني أكملت باللي كنت أحلم به زي ما يقولون. وحبي الأمانة وشغفي للحيوانات الأليفة. نعم يعني من أنت وصغير كنت عندك حيوانات أليفة، تحب الحيوانات الأليفة، حولته لمجال عمل، لمشروع وتحقيق حلم زي ما يقولون. نعم. طيب كيف كانت البداية؟ خبرنا هيك شوية تفاصيل، كيف كانت البداية؟ يعني تخرجت من الجامعة، من وقت الجامعة كيف فكرت بالمشروع؟ شو اللي ساعدك؟ مين دعمك بهيدا المجال؟ والله الحمد يعني أنا مطلع عليها من أثناء الجامعة. نعم. وأكملت باللي كنت أحلم فيه زي ما يقولون، والحمد لله. واستأجرت يعني بعد طبعا تخرجي من الجامعة. نعم. استأجرت لي أول يعني معرض هنا في الرياض. نعم. وانشأت أول معرض والله الحمد للعناية بالحيوان. نعم. بالحيوانات الأليفة وتأمين كافة احتياجاتها والحمد لله، واليوم ويوم على يوم كسب الخبرة وتوسعنا اليوم والله الحمد، حتى فتحنا كذلك معرض آخر في المنطقة الشرقية. نعم. في الخبر تحديدا. طيب شو اللي يعني دائما نحن لما ننجح بمجال بنكون أطفنا شيء أو عرفنا نسوق يمكن أو دخلنا السوق بوقت كان بحاجة لهيدا، وين تعتبر نقطة القوة لمجالك أو لمشروعك؟ ممكن الخبرة. ممكن الخبرة وحبي وشغفي لهذا المجال. نعم. أنا هذه أعتبر نقاط القوة صراحة. هل موجود بكثرة الخدمات البيطرية؟ هل موجودة بكثرة بمكان وجودك أم لا؟ والله في منطقة الرياض في آخر سنتين ممكن نقول. نعم. إنها افتتحت بكثرة، لأنه الأمانة في يعني في قلة عيادات بيطرية ومحلات. نعم. كذلك للحيوانات الأليفة. نعم. يعني ما كتير في نقطة قوة. نعم هيدا البدء عارف. نعم. يعني دخلت السوق بوقت كان بحاجة لهالخدمات. صحيح. هالنوع من الخدمات. نعم نعم. طيب ذكرت أنه تخصصك الجامعي الأعلام، ما رجعت أبدا للأعلام والتسويق إلا من خلال مجالك صح؟ يعني نعم صح. حطيت خبرتك. صحيح. كيف فادك. نعم. هيدا التخصص بمجال عملك؟ والله أفادني الأمان. أنا مثل ما ذكرت أنا خريج من كلية إعلام ولكن بتخصص الاتصال التسويقي. نعم. وجزء من التسويق. صحيح. والحمد لله يعني طبقت يعني شيء كبير من أثناء يعني عملي الخاص يعني. نعم. أي نعم. طيب أحكينا عن أسباب، يعني أحكينا أنه سبب دخولك لهيدا المشروع تحديدا حبك للحيوانات الأليفة وشغفك بهيدا الموضوع، ولكن دايما الواحد بيضل متخوف. هل كنت متخوف ببداية الطريق؟ قدي رصدت مبلغ لبداية مشروعك؟ يعني هاي التفاصيل كتير الناس بتحب تعرفها. يعني نعم نعم, نعم. الحمد لله لما أنا هو في صعوبات والحمد لله يعني كانت الصعوبات أقل مما توقع الأمانة، خاصة بعد التطور الحاصل الأمانة في أمور التقنية والتسويق. نعم. ولكن لابد من وجود بعض الصعوبات في كل بداية أي مشروع صراحة. مثل شو كان واجهك صعوبات؟ يعني من الصعوبات التي واجهتها الصراحة في مشروع الخاص هو اختيار الموظف المناسب لهذا العمل. أوه. لا اي نعم. لانه لابد العمل يتطلب شخص لديه حب وخبره للحيوانات الاليفه. صحيح. يعني تحصل شخص جيد اسمها اثناء المقابله وكذا. نعم. ولكن لا يوجد لديه حب يعني وخبره للحيوانات الاليفه،
فهذه احدى الصعوبات اللي لازلت اواجهها الصراحه لليوم. اي نعم. صعوبه ثانيه الناس تحب تعرف كثير التحديات اللي بنواجهها بعملنا الخاص. والله صعوبة أخرى ممكن إنه في العيادات البيطرية كذلك. نعم. نفس الحكاية، لابد الطبيب إنه يكون لديه خبرة وحب كذلك للعمل وللعيادات البيطرية. حدثك عندك عيادات أيضا بيطرية يعني within the shop؟ نعم. within المعرض، بداخل المعرض في section بالطبيب صح؟ لا يكون مستقل. عندكم عيادات حاليا؟ نعم. يكون مستقل. نعم. نعم. لكن حضرتك عندك معارض وعندك عيادات طبية. نعم. وين أكثر صعب العمل؟ يعني وين أكثر في صعوبات؟ في 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 نفس المجال يعني؟ نعم. ولا؟ نعم. لا قصدي في العيادات ولا في المعرض وأسانيد؟ والله لا المعرض، لان يعني ان المعرض فيه يعني منتجات بحجم كبيره جدا، فيها تاريخ الاكسباير، فيها اشكاليات بعض القطط الموجوده. هيدي التفاصيل الناس ما بتعرفها، انه بفكر انه بشوف المشروع من برا، الواحد بشوف مشروع ناجح، ولكن لما بدخل بالتفاصيل في تفاصيل دقيقه، الاكسبايري ديت تبع المنتجات، كيف صرف منتجاتي، كيف اعمل حمله تسويقيه جيده، هيدي كلها اشياء بتغفل عنا، يعني نحن بنشوف بس بالاخر قد ايه عم بيطلع البائع. طيب بالنسبه للمبالغ، هل بدك تحط مبلغ كبير لتقدر تستثمر بهيدا المجال ام لا؟ مبلغ مقبول. والله حسب المبلغ، حسب المبلغ وحسب المنطقه اللي تعمل فيها. نحن والله الحمد لله عندنا معرضين الان، في معرض في الرياض ومعرض في الخبر. في المنطقه الشرقيه. اي نعم. حسب الأمانة المنطقة اللي أنت تكون فيها، حسب المبالغ الأمانة يعني ممكن من 100 إلى 150 ألف تفتح فيه المشروع المتكامل الأمانة. غير المعارض عندنا كذلك موقع إلكتروني كذلك، والله الحمد عندنا عيادات بيطرية، ولكن تكلفتها مو ذاك التكلفة مرتفعة يعني الصراحة. يعني 100 ألف إلى 150 ممكن أنك يعني تنشئ كيان كامل. كم سنة حضرتك، من كم سنة فتحت المشروع؟ والله انا قبل كورونا بشهر تقريبا فتح المشروع. طيب هل واجهت صعوبات بهيدي الفتره، فتره كورونا؟ خبرنا عنها، كيف قدرت صمدت؟ والله الامانه الاصرار هو اللي خلاني اكمل يعني. نعم. يعني نعم. والمعرض اني اول ما استاجرته وكذا يعني، حتى صاحب المكان يعني كان مشجعني، صحيح انه توقفنا يعني عمل كبير. نعم. جدا، وعندي صعوبه ما اقدر اوصل المحل ولا ارجع. صحيح. او المعرض. صحيح، بوجود حيوانات أليفة بدها رعاية وبدها طبعا، هذه أرواح يعني ما تقدر فيها، أنت محاسب فيها من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أنك يعني مراعاة والعناية فيها يعني الصراحة. صحيح 100%. طيب بيقولوا دايما لما بنسأل عن مشروع قديه، بقول بدي أنطر قبل ما أنا أعرف إذا جدوى المشروع، يعني هل هالمشروع ناجح أم لا. بعد قديه مثل ما بيقولوا حسيت انه لا انت دخلت المكان الصح، يعني انت موجود بحاجه السوق لهالمشروع، انت بتقدر تستمر بعد 6 أشهر، بعد 8 أشهر؟ قد ايه عطيت وقت لمشروعك؟ والله بعد كورونا تقريبا، لما تحرك السوق وصار في بيع وصار في اقبال. نعم. وصار في الامانه مدح من الناس، سواء عن طريق جوجل ماب او نعم. مقابلتي شخصيا وكذا، او مقابله الموظفين داخل المكان، هنا حسيت الامانه بالنجاح. نعم. يعني بفترة كورونا عملت pending ما حسبت حالك نجحت ما نجحت من بعد. نعم. هي تقريبا في نعم في بداية 21 أمان يعني هنا حسينا بالنجاح. نعم. طيب نصائح لمن يريد الاستثمار بنجاح، شو بتعطيه النصائح؟ والله احنا طبعا نعلم جميعا ان الاستثمار اما ربح او خسارة، صح، ولا يوجد هناك يعني أرباح متدامة خاصة في الاستثمار، ولكن اختيارك طبعا لأعمالك الاستثمارية ومتابعتها واستشارتك أصحاب الخبرة تساعدك بمشيئة الله يعني في نجاح مشروعك، ولكن طبعا السعي وراء أهدافك واتباع شغفك هذه أهم نصيحة تكون يعني ناجح في الاستثمار طبعا. نعم. طيب واللي بده يستثمر بهيدا المجال تحديدا، شو بتقله؟ شو الأهم شيء ياخده بعين الاعتبار بمجال العيادات البيطرية ومحلات الحيوانات الأليفة؟ شو الأشياء اللي تأخذ بعين الاعتبار ومهمة جدا يحطها بالحسبان؟ والله ما في شيء صعب. نعم. مراجعة بعض الأشياء، وحسب طبعا
متطلبة في وزارة الزراعة، فيها نعم. بعض المتطلبات يعني صعبة شوي نوعا ما نعم. ولكن بالعكس هي سهلة جدا ومتوفرة، يعني خاصة في نحن نتحدث عن الرياض هنا المنطقة الوسطى نعم. يعني الشركات هي تجي لين عندك، صح الشركات تبع المنتجات، ولا أشوف فيها أي صعوبة بالعكس يعني. والمشروع الأمانة ناجح يعني، ما أتذكر في نعم. خلال السنتين الماضية محل فتح وأغلق يعني الأمانة. الحمد لله الحمد لله، الله يزيدك. نعم. أنا بدي أشكرك لوجودك معنا، مجال جديد تحدثنا عنه وقصة نجاح جديدة. أستاذ عبدالله أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله هيك إلى مزيد من افتتاح المشاريع الأخرى يعني معارض جديدة كمان. يعطيك ألف عافية. حضرتك بحب ذكر مؤسس مشروع بيت بارك وخبير في مجال التسويق والإعلام عبدالله العبدالله، أهلا وسهلا فيك.